سبع حالات الأولوية لليمين، زوج طرق صغار متقاطعين أولوية لليمين، حذاري زوج طرق صغار متقاطعين مخطرين الأولوية لليمين. هنا بريوريتي أدروات باش يفرقوا ما بين الكبار والصغار، كاتب لك بريوريتي أدروات باش تعرفي بين زوج طرق كبار متقاطعين مخطرين واليمين يفوت. نفس الشيء أصفر حماس الأولوية لليمين، طريقين متقاطعين بدون إشارة الأولوية لليمين. معلم التقاطع هذا كاين قبله أربعة طبق الأولوية لليمين، خطب العمود هذا يعطيك الأولوية، كيعودوا أربعة في أربعة عدد من الأولوية. أولوية لليمين. نهاية الضمان الأولوية لليمين. وأنا بالنسبة لي هذا واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. هذيك تاع أصفر غماز ما عرفتهاش. هي. أصفر غماز ضو يشعل ويطفى، أصفر غماز يشعل ويطفى. في ربعة. وأي إشارة من هذا تلقاها عندهم في ربعة. هي. في ربعة عندهم نفس الإشارة. هي. وأنا بالنسبة لي هذا السبعة راهي إشارة فريدة. علاه؟ لأن المعنى واحد. وكل يقولوا لي مين يفلت. دونك راهي إشارة فريدة. واش يتفرقوا في النطق؟ سبعة خاوة وكل واحد واسمه برك. مي خاوة. لأنه بده المعنى معنى واحد، أم واحدة. هي. معنى معنى واحد، وكل يقولوا لي مين يفوت. واش يقول وحدة كيف تنطق برك. هي كل واحدة واش تعني بصح كل واحدة. سبعة حالات الأولوية اليمين. أما حالات الأولوية ها ستة. ضوء الأخضر. طريق ليك. أنت ولي مقابلك. لازم يكون عندك أخضر في زوز. مادام أنت أخضر اللي مقابلك راهو أخضر. هي. العكس تاعك شنو راح يكون؟ يكون احمر. هي لمن ولا؟ صح طريق مضمونه لمن ليك واللي مقابلك، هاك تسويها طريق واحده. في زوز عندكم نفس الاشاره طريق مضمونه، تمشوا واللي منا ولا تقعد يا ترك المرور يا ستوب. اهي العكس تاعك كلمة نعم العكس تاعها لا. اهي كلمة لا العكس تاعها نعم. كاين يعني هذه صافي نمشي انا الاولى. صح تحط مضمون اللي مقابلك مضمون العكس تاعك واش راح يكون؟ ستوب ولا ستوب يحبس لازم. زوج طرق صغار زوج طرق متقاطعين باساج بروتشاج باساج بروتشاج باساج هو الطريق بروتشاج محمي باش محمي الطريق هذه باش محمية محمية بسطوب من ومن من ومن وعندهم سطوب وانتوما امشوا ايه امشوا طريق كبيرة تقطعها طريق صغيرة والأولوية الكبيرة انت اللي مقابلك اكون في طريق كبيرة اللي في طريق صغيرة شكون عندهم يا ترك المرور يا سطوب سطوب هذا المعمود تقاطع ما لقاوش ربعة لقاو زوز برك في زوز كاش ربعه زوز على مضمونين واللي منا ستوب دونك هم سته الشرطي كي يعطيك يديه ديما الشرطي يديه يمشوا ووجهه ظهره ستوب ها طالق هذا يمشوا وهو يقصر في الطريق كي عرفها منا كثره السكاسه عاود يبدل البوزيسيون هذا يمشوا هذا يحبس فهمنا؟ اي صح حالات ترك الاولويه الشرطي يقول لك يعطيك وجهه وظهره وجهه وظهره قف تحبستي واللي مقابلك قف ويديه تمشي العكس الوجه والظهر تحبس ترك المرور مثلث مقلب تحبس انت واللي مقابلك واللي منهيه عكسك يمشي عكسه يمشي ضوء احمر ليك واللي مقابلك عكسك عنده ضوء اخضر ستوب انت واللي مقابلك عكسك طريق مضمونة وش نلخصوا الحكايه نلخصوا هذا هما الاشارات اللي يعكسوا هذا وهذا من الاشارات اللي يعكسوا هذا صافي انت زوج عكس هذيك لا قعدت عندك اشاره من هذا السته اللي مقابلك راهو كيفك هي وعكسك راه عنده واحده من هذا هي 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 فهمتك عكسك في زوج عندك واحده من هذا ولا عاد انت عندك واحده من هذا اللي مقابلك كيفك عنده واحده من هذا عكسك راهو عنده واحده من هذا اما اذا لقيت اشاره من هذا تاع الاولويه لليمين راكم في ربعه نفس الاشاره في ربعه هناك واحده كانوا اصفر غماز تلقاه ربعه كانوا الباليز تلقاه ربعه نهايه الضمان تلقاه ربعه بدون اشاره هاي بينه ما كانش اشاره هذا زوج صغار تلقاه ربعه زوج صغار مختلف تلقاه ربعه زوج كبار تقاطعين تلقاه ربعه هنا وشين في مول اليمين يفوت واحد ما عنده علاقه بواحد كل واحد انا كونطو كما نقولوا هنا هو عارف راك جاي دور راسك على اليمين لقيت سياره احبس ما لقيت السياره طريق ليك اللي مقابلك ما عندوش علاقه بيك هي. لانه كل واحد يخرج اليمنى تاعو اليمنى تاعو هذه